بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأن حجاج طمرة وصلوا لمكة المكرمة. حي الله فيك شيخ مروان. الله يبارك فيك. كيف كانت الرحلة وكيف كانت الأمور إن شاء الله في المطار؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ربنا أكرمنا وأنعم علينا إن شاء الله بعد انقطاع عامين ما كان في حج. الآن الحمد لله استطعنا وربنا أكرمنا أن نؤدي فريضة الحج. الطريق طويل لكن الحمد لله رب العالمين يسرت الأمور، وصلنا هنا الحمد لله رب العالمين بخير وبسلامة. الأمور كانت الحمد لله إجمالا بشكل عام مرتب الحمد لله. بالنسبة للحجاج، كل الحجاج هو أجوا معاك؟ كل الحجاج ما شاء الله تمام الحمد لله رب العالمين. حياكم الله، الحمد لله على سلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا ومن علينا جميعا بالعودة إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله فضل عظيم. بارك الله فيكم، أسأل الله أن يجعله عاما مباركا موفقا ميسرا مدبرا من الله ومتقبلا. بارك الله فيك شيخ هاشم، الله يحفظك رب. كل الاحترام والتقدير حسب أنظمة المملكة العربية. ما شاء الله، عودة إلى أجواء الحج بعد انقطاع عامين. تعال مشكور، أني مشكور شنتات الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، حياكم الله، الحمد لله على سلامتك. حجاج لحبايب لحجاج طمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصول حجاجنا عرب 48 إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج بعد انقطاع عامين. الحمد والشكر لله على وصولهم بالسلامة. أهلا وسهلا فيكم، حياك الله، الله يحفظكم، الله يكرمكم ويبارك فيكم. مشكورين على مجهودكم الجبار لخدمة ضيوف الرحمن إن شاء الله. أسأل الله يكون لنا حج موفق وموسم موفق إن شاء الله. حياكم الله، الله يحفظك، الله يرضى عنك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول وفد من حجاجنا حجاج عرب 48 وصلوا لعندنا على مكة بالسلامة. أخونا يوسف جبر بحهم من مدينة اللد، الحمد لله على سلامتكم، الله يحييكم. كيف كانت الرحلة إن شاء الله؟ الحمد لله موفقة جدا وسهلة بفضل الله تعالى، ونحمد الله ونشكره على البركات والكرمات اللي وصلنا لهن. يا رب لك الحمد، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، وإحنا في خدمتكم إن شاء الله طول فترة إقامتكم في مكة. الله يحييكم، أهلا وسهلا.